نجف الأشرف الشارع الثقافي. ضمن فعاليات الشارع الثقافي هنالك زوار لشارع الثقافي، احد الرواد شارع الثقافي الاستاذ طالب مرزا. السلام عليكم استاذ طالب. عليكم السلام استاذ طالب. انت تزور شارع الثقافي ويم بجوارك سياره قديمه، وهنالك معرض للانتيكات ومعرض للكتاب. شنو رايك بالشارع الثقافي وهذه الذكرى، ذكرى تاسيس الجيش العراقي؟ احنا مسرورين جدا نعم بعودة الشارع الثقافي إلى ديمومته السابقة ونشاطاته السابقة، وهالمرة رجع بأقوى من السابق نعم، وذلك بتجاوز الأخوة المثقفين بكل مستوياتهم وكل متنوعاتهم، وهذا جزء من نشاطات الشارع الثقافي ألا هي حضور سيارات الأنتيكات القديمة نعم، وهذا أيضا يمثل إرث حضاري للعراق نعم، ووجود هذه السيارات تدل على أن حضارة العراق حضارة قديمة، وأول من استعمل السيارات التي دخلت العالم. أحسنت أستاذ ناجح، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني سمعنا أنه إن شاء الله أستاذ ناجح هذا بالي بيا سرطان إن شاء الله. الحمد لله على السلامة أستاذ ناجح. يعني أنت تزور شارع الثقافي وأنت تشوف أنه ذكرى كرنفال النصر في شارع الثقافي، شنو رأيك؟ تمر علينا بعد أيام قليلة ذكرى تأسيس جيش عراقي الباسل نسأل. جيش عراقي باسل بحق واستحقاق. هذا منذ تأسيس الجيش عراقي أبيك شمال بعد يسار ما أقدر أسوي. أوف